آليات مكافحة الفساد، سن الأنظمة والتشريعات، التوعية المجتمعية وإشراك المجتمع في مكافحة هذه الظاهرة، العمل على تفعيل المعاملات الرقمية لتقليل الرشاوة والاختلاس، تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية والمساءلة، تفعيل دور السلطة الرابعة في الكشف عن الفساد، توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب، الفصل بين السلطات وعدم تركيز وظائف الدولة في يد هيئة واحدة، إنزال أقصى العقوبات على المخالفين للقوانين، مكافأة النزيه ومن يبلغ عن قضايا الفساد.